تحبينا تحت جناحك خبينا يا الله شو بتحبي وانت شو بتحبي. شكرا لكتابي لانه بدخول على مدرستنا دخلت عنصر تغيير وتجديد لإلنا مع الوزارة. وأكيد ما رح أنسى أبداً مديرتنا اللي هي عم بتحفز العمل الأول والأخير لنضل نحن كمعلمات نتجدد. صراحة مهنة التعليم كتير بدك تكون قريب من التلاميذ، بدك تفهم التلاميذ على كل مستوياتهم، بدك تساعد التلميذ الضعيف أكثر من غيره، المعلمة بدها تكون كتير قريبة من تلاميذها. أنا صار لي بمجال التربية 36 سنة، من 20 سنة استلمت الإدارة. من لحظة الفتينة نفوت فيها على الصفوف كنت حس إنه في حدا أماني بين إيدينا، يعني نحن بإيدنا أرواح مؤتمنين عليها ومؤتمنين كيف بدنا نحاول يكون عندهم تنشئة صالحة لحتى يكونوا قادرين يبنوا المجتمع بطريقة سليمة.